جدا الجماهير غير راضيه على الاداء نتاع الفريق اللي حقيقه كنا نستناو خير برشا نادي الافريقي. اليوم سيميوني كيفاش يتعامل مع المباراه هذه، كيفاش حضر المباراه نتاعو اللي حقيقه حتى سيميوني تحت الضغط الكبير اللي عايش فيه اليوم. اليوم كما نقولوا احنا النادي الافريقي نستناو وكيفاش باش يكون الثوب تاع النادي الافريقي، كيفاش النادي الافريقي باش يراو ليماج نتاعو بعد الخيبه هذه. لكن اكد لك اللي ضغط برشا على الملعبيه بعد الخيبه هذه. ان شاء الله نراو مباراه فيها كره قدم باش نجموا حتى احنا نستهدوا باش نجموا نحلوا الماتش. الضغط حتى هو بدا من البلاتو، نخلي كمان في وسط تشكيله فريقين. الضغط يكون موجود على زوز فرق، يعني باش نكونوا واضحين على زوز فرق. النادي الافريقي بما انه يمر بفتره يعني خايبه شويه، تعدى بظروف صعيبه. الاتحاد بن قردين عنده نقطة واحدة يعني هزايم متتالية. نصور زوز فرق عندهم الضغط نتاع النتيجة نتاع خاصة نتاع مباراة اليوم. كل فريق باش يحاول باش يفوز بالمباراة ولا يخرج على الأقل. يمكن الاتحاد بن قردين بنقطة واحدة تكون النتيجة إيجابية بالنسبة لي. بالنسبة للنادي الإفريقي باش يحاول يفوز ويحاول يسيطر على المباراة. شفنا عديد تغييرات في التشكيلة. سيميوني ظل يغير برشا في التشكيلة نتاع النادي الإفريقي. شو نشوفوا النادي الإفريقي بداية المباراة باش تكون قوية للنادي الإفريقي نتصور، وحذرة من الاتحاد بن قردين. انطلقت المباراة. يعطيك الصحة، كلمة مباشرة للزملاء لطفي خالد ورفقي بوسط. تحية ليك أنيس، كذلك زميلنا أمير على حافة الميدان. تحية لكم الناس الكل مشاهدينا الكرام على القناة الوطنية الأولى في متابعة لمباراة تجمع النادي الإفريقي واتحاد بن قردين، مباراة لحساب الجولة العاشرة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. تشكيلة الضيوف اتحاد بن قردين: أسامة بوفيلغا في حراسة المرمى، 14 ياسين بوفيلغا، 27 باهل سليمي، 20 إدريس كوليبالي، 11 أحمد الرداوي، 5 جوهر بن حسين، 18 رفيق المدنيني، 21 جاكوب يومبي، 24 بلال بن مسعود، 9 هشام الشهاب الزغلامي، و32 باتريك لوالوا. على بنك في حسابات المدرب سميرة سليمي: وليد كريدان حارس مرمى ثاني، 7 خالد يحيى، 2 حمزة حسين، 28 أيمن اللافي، 17 حسن الحرباوي، 30 فادي الحميزي، و8 حسام التبوبي. وجدد التحيه لكل مشاهدي الوطنيه الاولى وهذه المحاوله الاولى لفريق اتحاد بن قردين، لكن الكره توصل الى عاطف الدخيلي اللي في المرمى وهذوما اسماء المدرب ماركو سيموني في المرمى. عاطف الدخيلي معاه حمزه العقربي، علي العابدي، بلال العيفه، نيكولاس ابوكو، احمد خليل، عبد اللطيف نبيلا، اسامه الدراجي، منوب الحداد، بلال الخفيفي، صابر خليفه. على بنك البدلاء سيف الدين الشرفي معاه سليمان كشوك، مختار بالخيثر، وسام يحيى، عصام الدخيلي، معتز الزمزمي، وخليل عون الله. اول مخالفه مع بدايه المباراه لصالح النادي الافريقي. اتحدث عن طاقم تحكيم المباراه: حكم رئيسي نصر الله الجوادي، المساعد الاول رمزي بن فرج، المساعد الثاني الياس ابراهام، والحكم الرابع أسامة شريط. أول كرة ثابتة، أول ضربة مخالفة لصالح النادي الإفريقي مع بداية المباراة بعد محاولة أولى من جانب الاتحاد. الكرة لصالح النادي الإفريقي، أول ضربة مخالفة للإفريقي، كرة داخل منطقة الجزاء. صابر خليفة يحاول في محاولة أولى والكرة خارج أرضية الميدان. ضربة الخمسة متر وخمسين لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردين بعد محاولة من أحمد خليل. وزوز فرق يبحثوا على نتيجة إيجابية. النادي الإفريقي في المرتبة 12 برصيد 4 نقاط، والاتحاد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. وضعية صعبة للاتحاد في مركز أخير، ووضعية صعبة أيضا للنادي الإفريقي مع مستجدات على المستوى الإداري بانتخاب لجنة تسييرية جديدة برئاسة مروان حمودية. بداية قوية للإفريقي من ضربة مخالفة بعد محاولة أولى من جانب الاتحاد الرياضي ببن قردين. في التوقيت بالضبط 4 دقائق لعب هنا في ملعب المنزه، دائما 0 مقابل 0 بين النادي الافريقي. وتشاهدوا بلال بن مسعود والمخالفه لصالح اتحاد بن قردين، هل تاتي بالجديد في مباراه في تقسيمات دون حضور جمهور هنا في ملعب المنزه؟ بلال بن مسعود في تنفيذ المخالفه مع احمد الرداوي، والحكم نصر الله الجوادي نبه باحترام الامتار القانونيه للمخالفه. بلال بن مسعود وكذلك الرداوي، بلال بن مسعود يوزع لكم
كره بالراس مقطوعه من دفاع النادي الافريقي مره اولى مره ثانيه، والحكم ما ثماش مخالفه، يقول في المره هذه يصفر نصر الجوادي المخالفه لصالح النادي الافريقي. قلت النادي الافريقي من اجل ثلاث نقاط يبحث على الانتصار والعوده للانتصارات بعد زوز هزائم وتعادل في المقابل ثمانيه هزائم كامله متتاليه لاتحاد بن قردان. هذا ياسر بصراحه للامانه على فريق وصل الموسم الفارط لنهائي كاس تونس. تتبع العمليه هذه للنادي الافريقي، كره مقطوعه من الرداوي على بلال الخفيفي اللي كان الموسم الفارط بازياء فريق اتحاد بن قردان. الان كما تشاهدوا في منافسه لفريق السابق بلال الخفيفي يعول عليه ماركو سيموني منذ البدايه. هذه كره بلال الخفيفي، التوزيع التوزيع من حمزه العقربي بالراس مره اولى مره ثانيه، وسام من يحيى ما يحصلش الترويض المنوب الحداد، والتغطيه ترجع الكره من علي العابدي، العابدي لمسه واحده ترجع الكره احمد خليل، عابدي من جديد ما يحصلش الترويض وتخرج رميه تماس، رميه تماس تضرب الكره في به السليمي وترجع رميه تماس من جديد علي العابدي، وزع الكره يبحث عن صابر خليفه مقطوع الكره من الدفاع مره اولى، دوزيام بال تسديد قويه الكره وخارجه من الدفاع من جاكوب يومبي الى شهاب الزغلامي في وسط الميدان. دائما رفقي 0-0 بين النادي الافريقي واتحاد بن قردان في 6 دقائق لعب في هذا الشوط الاول، دائما 0-0. قلت النادي الافريقي موجود بعد 4 مقابلات عملها النادي الافريقي، عمل 4 نقاط انتصار تعادل وزوز هزائم، حب يرجع للانتصارات في المقابل ياسر بصراحه للامانه على اتحاد بن قردان 8 هزائم على التوالي. والاتحاد بدوره يبحث على نتيجة إيجابية، تعادل في جولة أولى ثم 8 هزائم متتالية، هذه هجمة سريعة لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان. موجود الغاني نيكولاس أبوكو يبعد الكرة، عاطف الدخيلي حارس مرمى النادي الإفريقي، ومباراة بطعم خاص للمدرب سمير السليمي. هذا حال كرة القدم، يواجه الفريق الأم والموسم الفارط سمير السليمي كان مدير رياضي للنادي الإفريقي في نهائي الكأس عندما واجه الاتحاد الرياضي ببن قردان، وفي هذا الموسم ثالث مدرب للاتحاد سمير السليمي يواجه فريقه السابق، وكما سمعناه مع أمير الزيتوني مباراة سبيسيال لسمير السليمي ضد فريق تعلم فيه كرة القدم، انشأ فيه وتشهر فيه. أتحدث عن النادي الإفريقي، هذا عبد اللطيف نابيلا يرجع للتشكيلة الأساسية، لوا لوا شهاب الزغلامي أيضا تقمص زي النادي الإفريقي في فترة سابقة، كرة لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان، تبقى للاتحاد في مناطق النادي الإفريقي، تكتل دفاعي من جانب السيا، كرة على اليمين بهاء السليمي، السليمي لوا لوا يتدخل بوكو، صراع فضائي على الكرة والتصويب ممتاز ممتاز بلال بن مسعود، كرة ثانية راجعة والتصويب من بلال بن مسعود كاد يفتتح باب التسجيل أمامكم على الصورة، والتدخل عاطف الدخيلي ممتاز بن مسعود، والامتياز أيضا لحارس مرمى النادي الإفريقي أمامكم على الصورة. الفرصة الأخطر والأبرز لصالح الاتحاد بعد 8 دقائق لعب في الفترة الأولى، والركنية أمامكم مرة أخرى، الامتياز براد ممتاز من عاطف الدخيلي اللي يدخل في كرة كانت تقريبا من دخول الشباك، كرة للاتحاد، كرة من ضربة ركنية ترجع من دفاع النادي الإفريقي، بلال الخفيفي ما ياخذهاش، تبقى لأحمد الرداوي إلى باتريك لوا لوا، لم يحسن الترويف الكامروني، كرة إلى جاكوب يومبي، يومبي ترجع من دفاع النادي الإفريقي، علي العابدي يبدأ هجمة من محور الدفاع، كرة طويلة لصابر خليفة، صابر صابر المساحة موجودة، صابر خليفة يعمل مراوغة أولى ثانية، ضربة مخالفة، ضربة مخالفة لصالح النادي الإفريقي، المرتدات وأسلوب الإفريقي في الكرة الأخيرة، هجمة مرتدة معاكسة بعد توزيعة توصل لصابر خليفة، والتدخل من إدريسا كوليبالي في الكرة الأخيرة، ضربة مخالفة لصالح النادي الإفريقي في موقع ممتاز قريبة من مرمى أسامة بوفالغا،
مرة أخرى يحرس شباك الاتحاد الشاب وسام أبو فالغة في مواجهة أمامكم على الصورة. مرة أخرى قلت يحرس شباك الاتحاد وضربة مخالفة قريبة من مرماه لصالح النادي الإفريقي. من سيتولى التنفيذ؟ ثم بلال الخفيفي وثم بلال العيفة. التصويب من بلال وبوفالقة ممتاز وثم الراية ثم الراية. التسلل بعد تصويب لطفي قوية من بلال العيفة الثنائي بلال الخفيفي بلال العيفة وكان قريب من افتتاح باب التسجيل. كانت أرضية قوية من بلال العيفة. أمامكم الصورة والإعادة وللأمانة تألق كان من أسامة بوفالغة حارس مرمى اتحاد بن قردان. المتابعة مرة أخرى ثم الراية وثم التسلل بالنسبة للمهاجمين نتاع النادي الإفريقي كرة وينفذ أحمد الرداوي كرة في وسط الميدان ترجع يبحث بلال الخفيفي في وسط الميدان يرجع الكرة من جديد حمزة العقربي. العقربي رجع لدفاع إلى بلال. بلال علي العابدي على الجهه اليسرى. علي العابدي ينطلق علي العابدي. هذه المواجهه الخامسه بين النادي الافريقي واتحاد بن قردان. اربع انتصارات للنادي الافريقي يبقى اعرضها وابرزها سته بلاش للنادي الافريقي الموسم الفارط تحديدا في افريل. سته اهداف مقابل صفر للنادي الافريقي امام اتحاد بن قردان. كوره في وسط الميدان من احمد خليل. خليل ترجع الكوره لعبد اللطيف انابيلا. انابيلا ارضيه كوره الى صابر خليف. صابر 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 أسامة دراج للترويض إلى المنوب الحداد. حداد لمسة واحدة إلى أنابيلا. أنابيلا ماذا يفعل أنابيلا؟ مقطوع الكرة مرة أولى مرة ثانية ثم التسديد. التسديد ما كانتش قوية. ترجع لأحمد خليل أمامكم على صورة أحمد خليل والمنوب الحداد ويربح المخالفة. يربح بلال الخفيفي المخالفة في نصف منطقة النادي الافريقي. امامكم عاصورة بلال وحمزة العقربي في تنفيذ المخالفة امامه بلال بن مسعود يخليها الكرة لعلي العابدي يساري. امامكم العرض البطيء مخالفة لبلال الخفيفي مهاجم النادي الافريقي اصدقاء الامس منافس اليوم بازياء النادي الافريقي. المخالفة لصالح النادي الافريقي. علي العابدي في التنفيذ. علي العابدي في تنفيذ المخالفة في نصف منطقة اتحاد بن قردان على الصورة أمامكم. علي العابدي في التنفيذ يوزع الكورة مقطوعة من الدفاع. مقطوعة من الدفاع ما يحصلش الترويض. عبد اللطيف أنابيلا في مكان كان مناسب من أجل تسجيل أولى أهداف المباراة. ترجع الكورة من جديد لصالح النادي الإفريقي. التوزيع في العمق يبحث عن صابر خليفة مقطوع بالرأس من جاكوب بيومبي يخرج بالكرة. ترجع للوا لوا إلى بلال بن مسعود التمهيد والتوزيع إلى شهاب الزغلامي في عليه الكرة وترجع لخط دفاع النادي الإفريقي. إلى حد الآن ثم فرص في هذه المباراة. مباراة يغيب عليها الجمهور دون حضور جمهور. نتمنى تكون فيها العديد من الأهداف. نتمتعوا بهذه المباراة على القناة الوطنية الأولى. مباراة النادي الإفريقي واتحاد بن قردان. كرة التمرير في وسط الميدان أحمد خليل. خليل يغير الكرة كلين للجهة اليمنى إلى حمزة العقربي. عقربي عقربي حمزة. حمزة يوزع الكرة يبحث دائما عن صابر خليفة وكذلك الخفيفي بلال. بلال بلال ومقطوع الكرة. مقطوع الكرة أمامكم على الصورة. إدريس كوليبالي كان سبق له وتقمص أزياء ترجي الرياضي التونسي. إدريس كوليبالي خرج الكرة للتماس. الرمي التماس لصالح النادي الإفريقي. على الجهة اليمنى التنفيذ حمزة العقربي إلى أسامة الدراجي ويربح مرة ثانية رمي التماس. التماس على التوالي ثاني للنادي الإفريقي على الجهة اليمنى. حمزة العقربي في التنفيذ يطلب في الكرة. أسامة الدراجي ينفذ طويلة تمشي داخل منطقة الجزاء إلى صابر خليفة في عليه الكرة. ترجع إلى بلال بن مسعود يوزع الكرة في العمق. ترجع للوا لوا 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 باتريك. باتريك باتريك يوزع الكرة لشهاب الزغلامي. ينطلق شهاب الزغلامي على الجهة اليمنى. شهاب 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 يدخل منطقة الجزاء. شهاب والتغطية موجودة. التغطية موجودة ويربح الركنية شهاب الزغلامي.
التغطية موجودة من علي العابدي أمامكم على الصورة بالعرض البطيء. علي العابدي في ديال كان مع شياب الزغلامي يخرج الكرة، كان في مكان مناسب. شياب الزغلامي نعرف قيمته الفنية والمهارات الفنية لشياب الزغلامي. نتبعوا العملية هذه والركنية لصالح اتحاد بن قردان، يتقدم للتنفيذ بلال بن مسعود. بلال بن مسعود تنفيذ الركنية على يسار الحارس عاطف الدخيل. بلال بن مسعود في التنفيذ، يمينية الكرة. بلال بن مسعود، بلال يوزع الكرة السهلة، الكرة في دين الحارس عاطف الدخيل في التوقيت. 14 دقيقة للعب في هذا الشوط الأول، دائما 0-0 بين النادي الإفريقي واتحاد بن قردان. والمحاولات موجودة سواء من جانب النادي الإفريقي ومن جانب الاتحاد الرياضي ببن قردان. ثم المحاولات، ثم الفرص، مؤشرات تنبأ باهتزاز الشباك سواء من جانب النادي الإفريقي أو من جانب الاتحاد، وضربة مخالفة لدفاع النادي الإفريقي. والإنذار الأول، الإنذار الأول أمامكم على الصورة. شهاب الزغلامي يتحصل على الورقة الصفراء الأولى في المباراة، يرفعها في وجهه نصر الله الجوادي اللي يدير رابع مباراة ليه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. 39 سنة تولي منذ جان في 2011 نصر الله الجوادي. ضربة المخالفة في تنفيذها عاطف الدخيلي في مناطق الاتحاد. بهاء السليمي، بلال بن مسعود قدام احمد خليل. العابدي، العابدي للمنوبي الحداد. الكره لصالح النادي الافريقي، يبدل على اليمين الى اسامه الدراجي وبلال الخفيفي. تبقى للفرقه احمد خليل، وانتشار محكم من جانب الاتحاد الرياضي ببن قردان في محاوله لغلق المنافذ المؤديه لمرمى مرماه اسامة بوفالغا. امامكم علي العابدي على الصورة، الظهير الايسر للنادي الافريقي يواصل تواجده في الجهة اليسار. انابيلا، انابيلا الى ابوكو، الثنائي الغاني في تشكيلة النادي الافريقي. والايطالي ماركو سيموني اعتمد خمسة اجانب بالتمام والكمال هذا الموسم في تشكيل النادي الافريقي. حمزه العقربي، عقربي ترجع لبلال العيفة، يشكل في ثنائي المحور مع نيكولاس بوكو اللي توصل الكره. وبوكو احمد خليل ما ياخذهاش، توصل للعقربي بعد تمريره من بلال الخفيفي. صعوبه اختراق الستاره الدفاعي اللي كونوا ملاعبي اتحاد بن قردان. تماس ترجع لابناء سمير السليمي بعد كره ما خذاهاش علي العابدي. مباراه دون حضور الجمهور، مباراه صامته في ملعب المنزه. هذه كره من لولو والرايه، الرايه المساعد الاول رمزي بن فرج الكاميروني. باتريك لولو كان في موقع التسلل. وننتظر الإعادة. ضربة مخالفة لصالح النادي الإفريقي، قلت مباراة صامتة في المدرجات. نتمنى أن يتكلم خلالها اللاعبون لغة الفنيات. إن شاء الله نشوفوا الفرجة ونشوفوا الأهداف. ترجع للنادي الإفريقي كرة على اليمين، حمزة العقربي إلى بلال العيفة، ينخفض نسق المباراة بعد بداية شفنا فيها الفرص خاصة عن طريق الكره الثابته. علي العابدي، الضغط من باء السليمي، تبقى افريقيه، تبقى للسيا. عبد اللطيف نبيلا، صابر خليفه. العابدي يطلب الكره، يحاول اللحاق على الكره، ممتاز علي العابدي. ثم ضربه مخالفه، ثم ضربه مخالفه لصالح النادي الافريقي بعد هجمه سريعه من جانب النادي الافريقي. كره لعلي العابدي اللي يسعى لخلق التفوق العددي على الرواق اليسار. ونعرف انه علي العابدي لاعب هجومي بامكانات هجوميه اكثر منها دفاعيه. علي العابدي، وهذه الصوره التاكيد لوجود ضربه مخالفه بعد التدخل الاخير من دفاع الاتحاد. ضربه مخالفه
لصالح النادي الافريقي. بلال الخفيفي داخل منطقة الجزاء وترجع من دفاع الاتحاد. لازال التعادل لطفي دون اهداف بين النادي الافريقي والاتحاد، تقريبا قريب نوصل لتيقة 20 في الفترة الأولى. دائما صفر مقابل صفر هنا في ملعب المنزكورة للنادي الافريقي، مقطوعة من جانب دفاع اتحاد بنجردين. بلال بن مسعود كرة إلى شهاب الزغلامي، ينطلق على الجهة اليمنى شهاب، شهاب شهاب الزغلامي ما ثماش مخالفة بالفعل، يصفر الآن، يصفر أمامكم مع صورة نصر الله الجوادي في الرابع مباراة لي هذا الموسم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الدولي، 39 سنة نصر الله الجوادي موجود هنا في ملعب المنزا، يصفر مباراة النادي الافريقي واتحاد بنجردين. المخالفة الاتحاد بنجرد نفذ الكرة بسرعة لشهاب الزغلام، زغلام زغلام ينطلق على الرواق الأيمن، شهاب يوزع الكرة بالعمق تتجاوز الحارس عاطف الدخيل وتمشي ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي. دائما صفر مقابل صفر بين النادي الافريقي واتحاد بنجردين. هنالك دائما رغم البداية الطيبة لبداية النادي الافريقي وقرب برشا من مرمى أسامة بوفيلغا، تقدم نوعا ما فريق اتحاد بنجردين في الدقائق الأخيرة وبدأ يقلق شوية في دفاع النادي الافريقي. كرة وترجع من بلال العيفة، ضغط من لوالوا كما جات من عاطف الدخيلي وتخرج الكرة للتماس، تخرج الكرة، هذه قيمة الضغط نتاع لوا لوا الكاميروني. باتريك، باتريك عنده الكرة الآن، باتريك لوا لوا يرجع الكرة مع ياسين بوفيل، تمشي الكرة من جديد، تمشي لجاكوب يومبي في وسط الميدان، تمشي لرفيق المدنين، مدنين مدنين التمريرة إلى بلال بن مسعود، ياسين بوفيل، بلال ترجع له الآن، بلال بن مسعود، بلال يومبي أرضية الكرة إلى باتريك لوا لوا، ترجع من جديد بوفيل، بوفيل التوزيع على العرضية، كرة في دين الحارس دون خطور، دون خطورة الكرة في دين عاطف الدخيلي حارس مرمى النادي الافريقي. كرة ترجع من جديد احمد خليل، خليل عبد اللطيف انابيلا، والهجمة لصالح النادي الافريقي، كرة للمنوب الحداد بل هو بلال الخفيفي، بلال كورتو خاطئة الى جاكوب يومبي، بلال الخفيفي تمريرة الى صابر قليفة خاطئة يقطعها والاعتراض كان من جاكوب يومبي. ترجع من جديد الكرة لصالح اتحاد بنجردين ويقطعها اسامة الدراجي، الهجمة المرتدة التمرير الى صابر قليفة، صابر قليفة كاد يسجل الهدف الاول، كاد يسجل صابر قليفة اولى اهداف النادي الافريقي. امامكم مع صورة تمريرة ممتازة من منوب الحداد، سدد لكن الاعتراض كان من إدريس كوليبالي المالي في دفاع اتحاد بنجردين، قلق شوية صابر خليفة في المحاولة الأخيرة. إدريس كوليبالي بسنوات الخبرة بزي الترجي الرياضي التونسي، إدريس كوليبالي موجود الآن في تشكيلة اتحاد بنجردين أساسي في منطقة الدفاع. ترجع من جديد أحمد خليل وبناء الهجمة بالنسبة للنادي الإفريقي، خليل إلى الخفيف، التوزيع في العمق يبحث عن صابر خليف، موجود جاكوب يومبي مرة أولى، مرة ثانية يرجع من جديد إدريس كوليبالي، وماذا يقول الحكم؟ نصر الله الجوادي، المخالفة لصالح خط دفاع اتحاد بنجردين. إدريس كوليبالي وأمامكم مع صورة حمزة العقربي، حمزة العقربي ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله يقوم لاباس. هذه المحاولة الأخيرة، إدريس كوليبالي كان مع صابر خليفة، أمامكم مع صورة إدريس كوليبالي المالي يربح المخالفة في توقيت بالضبط 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما صفر مقابل صفر رفقي بين النادي الإفريقي واتحاد بنجردين. لازلنا ننتظر الأهداف في هذه المباراة، لازلنا ننتظر أكثر فرص أكثر فرجة، قلنا مباراة دون حضور الجمهور، لكن البادرة اللي قام بها أحباء النادي الإفريقي باقتناء تذاكر لتشجيع النادي الإفريقي اللي يعيش وضعية ما نقولوش صعبة، ولكن على المستوى الإداري النادي الإفريقي أول ظهور ليه بعد انتخاب لجنة تسييرية مؤقتة برئاسة مروان حمودية إثر جلسة عامة كان من المفروض أنه تكون انتخابية بعد دخول زوز قائمات، لكن أخيرا لجنة تسييرية ستسير شؤون النادي في انتظار الدعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية. هذا بنك بدلاء الاتحاد، وأمامكم ابن النادي الإفريقي سمير السليمي، مباراة بمذاق خاص، مباراة سبيسيال
كما قال سمير قبل بداية المباراة، هذا حال كرة القدم. يواجه فريق الأم سمير السليمي ثالث مدرب مع الاتحاد بعد مرور 9 جولات في بطولة الرابطة المحترفة الأولى دون اعتبار مباراة اليوم. صابر خليفة يستأنف اللعب، كرة للمنوب الحداد، حب التمريرة لصابر خليفة لكن خارج أرضية الميدان، ضربة مرمى لصالح الاتحاد. ننتظر ارتفاع نسق المباراة إن شاء الله ما يأثرش غياب الجمهور على نوعية الأداء. وهذا أسامة بوفيلغا الشاب يحرس شباك الاتحاد، وبوكو إلى حارس مرماه، عاطف الدخيلي ضغط من لوالوا إلى بوكو الغاني، يرجع العاطف الدخيلي، الضغط كان من الكاميروني باتريك لوالوا، كرة من بلال العيفة، أحمد خليل البحث عن مساندة، أحمد خليل العقربي توصل الكرة، ياخذ مكانه على الجهة اليمين الظهير الأيمن للنادي الإفريقي على حساب الجزائري مختار بالخيثر. دراجي وخليل علي العابدي، طلب الكرة من أسامة دراجي وموجود المالي إدريسا كوليبالي إلى باتريك لوالوا، باتريك لوالوا، بلال بن مسعود يبدأ هجمة سريعة للاتحاد. بلال، بلال إلى شهاب الزغليمي موجود في موقع التسلل، واضحة راية المساعد الأول رمزي بن فرج موجود في موقع التسلل، تتنفذ الكرة بسرعة لوجود لمخالفة بإشارة نصر الله الجوادي. كوليبالي، كوليبالي أحمد الرداوي، تبقى الكرة للاتحاد. شهاب الزغليمي في موقع سليم المرة هذه، التماس أمامكم شهاب الزغليمي المهاجم اللي غادر الاتحاد في اتجاه نادي حمام الأنف، ثم في الميركاتو الصيفي عاد إلى تشكيلة اتحاد بن قردان، وقلت أنه في السابق تقمص زي النادي الإفريقي. رمية التماس في تنفيذها مختار بالخيفر، بلال العيفة، بلال العيفة، علي العابدي، العابدي على اليسار، علي العابدي مقطوعة، خاطئة الكرة، بلال بن مسعود، بلال بن مسعود إلى بهاء السليمي، بهاء السليمي يعمل مراوغة لوا لوا يقرب من منطقة الجزاء العرضية ولا وجود لشهاب الزغليمي، لا ياخذ الكرة شهاب الزغليمي، تبقى لصالح الاتحاد لكن مقطوعة من جانب النادي الإفريقي، مقطوعة من أحمد خليل اللي كان موجود ضمن قائمة المدرب نبيل معلول، قائمة المنتخب الوطني التونسي. أتحدث أحمد خليل منوب الحداد، الحداد لعلي العابدي لأحمد خليل، تقريبا 27 ثقة لاعب في هذا الشوط الأول الذي هجم الاتحاد. لوا 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 هو السهلة لعاطف الدخيل، لم يحسن التمرير لطفي الكامروني باتريك لوا لوا في كرة أخيرة كان بالإمكان أحسن مما كان من الكامروني باتريك لوا لوا. لازلنا ننتظر الأهداف في هذه المواجهة، دائما 0-0 هنا في ملعب المنزه بين النادي الافريقي واتحاد بن قردان في توقيت بالضبط 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. قلت البداية كانت طيبة لصالح النادي الافريقي، ثم تحرر شوية وبدا ياخذ الثقة في نفسه فريق اتحاد بن قردان، وبدا يتقدم للهجوم وقلق دفاع النادي الافريقي أبرزها الضغط العالي للكامروني باتريك لوا لوا، كرة والمخالفة لبلال بن مسعود في وسط الميدان. بلال، بلال يتقدم يبعد على أحمد خليل على أسامة الدراج، التمرير أحمد الرداوي، رداوي أحمد العرضية وزع طويلة، الكرة طويلة وبعيد على شهاب الزغلامي، المتابعة من علي العبدي خليها تخرج يربح بها رمية تماس فريق النادي الإفريقي. قلت بدا يتقدم فريق اتحاد بن قردان للهجوم، هذه كرة وأحمد خليل أرضية، الكرة العبد اللطيف أنابيلا يضغط جاكوب يومبي، تمشي الكرة الحمزة العقربي، عقربي قبل ما تخرج للتماس يرجع الكرة لأرضية الميدان، ترجع لبلال العيفة، بلال وبناء الهجمة بالنسبة لصالح النادي الإفريقي، بلال
العيفة. بلال، بلال يتقدم بالكرة، لمسة واحدة مع نيكولاس أبوكو إلى علي العابدي، توزيع في العمق يبحث عن صابر خليف، ياسين بوفال غير بالرأس، ترجع الكرة لإدريس كوليبالي، متمركز كما يلزم ملاعبية اتحاد بن قردان على أرضية ملعب المنزه أمام النادي الإفريقي. النادي الإفريقي قاعد يلقى في صعوبات كبيرة للدخول في مناطق اتحاد بن قردان. كرة وبناء الهجمة من جديد، عبد اللطيف نبيلة، نبيلة لمسة واحدة يرجع لي أبوكو، أبوكو لبلال العيفة، بلال دائما صفر مقابل صفر، يوزع الكرة بلال إلى صابر خليف، معاه في التغطية إدريس كوليبالي كما جات. كما جات إدريس كوليبالي يرجع من جديد الكرة حمزة العقربي بالراس، وترجع من جديد للدفاع النادي الإفريقي. أبوكو قبل لوالو، يرجع بلال العيفة بالراس يضرب جاكو بيومبي، كما جات يخرجها رمي تماس لصالح النادي الإفريقي، قاعد يبحث عن حلول فريق النادي الإفريقي من يسار. رمي تماس أمامكم مع الصورة، حمزة العقربي في التنفيذ، حمزة العقربي يطلب في الكرة أحمد خليل، حمزة، حمزة العقربي في تنفيذ رمية التماس في توقيت بالضبط 30 دقيقة في هذا الشوط الأول. دائما صفر مقابل صفر، الكرة أرضية عند أنابيلا يوزعها لعلي العابدي على اليسار، علي العابدي لمسة واحدة مع المنوبي الحداد، يرجع للتشكيلة الأساسية في تشكيلة وحسابات المدرب الإيطالي ماركو سيموني، يرجع الكرة لأبوكو، أبوكو يطول الكرة لعلي العابدي، علي العابدي مقطوعة بالرأس، مقطوعة بالرأس أمامكم مع الصورة من دفاع اتحاد بن قردان. رمي التماس ترجع بسرعة لأسامة للدراجي، دراجي المنوب الحداد أرضية للدراجي من جديد، دراجي مصدر القلق ومصدر الخلط لخطر، دراجي ذي عليه الكرة، ذي عليه الكرة أسامة للدراجي، يربح الكرة أحمد خليل، دوزيام بال لمسة واحدة من جديد، العابدي يوزع الكرة، يوزع الكرة إلى صابر خليفة، لو لمس الكرة صابر خليفة أمامكم مع الصورة الإعادة، لو المس صابر خليفة الكرة لكانت تكون في مرمى أسامة بوفالغا حارس مرمى اتحاد بن قردان، قاعد يقلق فريق النادي الإفريقي وقاعد يخلق في الخطر، يلعب يمين يسار، يستغل سرعة المنوب الحداد، كذلك علي العبدي على الجهة اليسرى، وكذلك موجود كرأس الحربة في حسابات ماركو سيموني اليوم رفقي صابر خليفة وخلفه أسامة دراجي. يطلع بدور المهاجم الكلاسيكي رأس حربة صابر خليفة، وبلال الخفيف على الرواق اليمين عنده الكرة، هجمة لصالح السياو، ضربة ركنية، ضربة الركنية لا، ثم الراية في كرة أخيرة بعد تمريرة من بلال الخفيف، قلت من بين الخيارات نتاع ماركو سيموني صابر خليفة مهاجم رأس حربة، مهاجم كلاسيكي ممكن في ظل عدم وجود ماتيو روزيكي، يتحدث عن غياب المهاجم اللي مرة أخرى يغادر النادي الإفريقي ماتيو روزيكي بعد أن عاد يعاود المغادرة. والخيارات الفنية بالنسبة للإيطالي ماركو سيموني في مباراة اليوم، صابر خليفة موجود رأس حربة وزوز ملاعبية على الأطراف، بلال الخفيفي هو المنوبي الحداد، قلت عائد للتشكيلة الأساسية، عنده الكرة المنوبي لأحمد خليل بن زوز ملاعبية بلقطة فنية لكن مقطوعة، كرة للوالوا شهاب الزغلامي داخل منطقة الجزاء، شهاب لوالوا لوالوا، وبلال العيفة يتدخل، لم يحسن التعامل أمامكم الكامروني باتريك لوالوا مع كرة وتمريرة وصلت له من شهاب الزغلامي، خطيرة الاتحاد في اللحظات الأخيرة، والفرصة لباتريك لوالوا قطعها الكرة في مناسبة أولى بلال بن مسعود، لوالوا يبدأ الهجمة أمامكم على الصورة، شهاب الزغلامي المهاجم يعطي التمريرة، ولوالوا لم يحسن التعامل مع كرة مع تدخل المدافع بلال العيفة، إن شاء الله سلامات لبلال بن مسعود على ما يبدو ملقى على أرضية الميدان، أمامكم اللي قطع الكرة بلال بن مسعود بعد سنوات مع المستقبل الرياضي بالمرسى، تخللتها تجربة مع النجم الرياضي الساحلي، عاد للقناوية وفي هذا الموسم تجربة جديدة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بأزياء الاتحاد الرياضي
ببنقردين ضربة ركنية لصالح الاتحاد. ضربة الركنية بعد تدخل بلال العيفة في الكرة الأخيرة، الكرة اللي كانت تخطيرة على مرمى عاطف التخيلي. من حين لآخر الاتحاد يشكل خطورة على مرمى عاطف التخيلي بهاء السليمي في تنفيذ ضربة الركنية من جانب الاتحاد في انتظار دخول بلال بن مسعود أو جوهر بن حسين هو اللي تولى تنفيذ ضربة الركنية، وكانت مقطوعة من دفاع النادي الافريقي. بلال الخفيفي، بلال للحداد، ترجع لون دول واحد اثنين، بلال الخفيفي والعودة من دفاع الاتحاد بامتياز، قطع الكرة وقطع هجمة كانت تخطيرة على مرمى أسامة بوفالغة. حمزة العقرب على اليمين يعمل مراوغة أولى ثانية ويربح ضربة مخالف، لكن يعطي الأفضلية والإسباقية أسامة الدراجي. أسامة الدراجي لم نشاهد إلى حد الآن تحركات أسامة الدراجي، وكان أحمد خليل في الكرة الأخيرة. العرضية، العرضية، وتدخل بوفالغة، تدخل بوفالغة، تبقى الكرة للنادي الإفريقي. هذا أسامة الدراجي، دراجي ضعيفة خارج أرضية الميدان. تدخل أسامة بوفالغة الحارس الشاب في كرة أخيرة كانت عرضية من عبد اللطيف أنابيلا، يقطعها في كرة أولى أسامة بوفالغة، ثم بلال الخفيفي إلى أسامة الدراجي يصوب. كانت ضعيفة خارج أرضية الميدان. أسامة بوفالغة الحارس الشاب من مواليد 8 جوان 1996، حارس شاب ياخذ فرصته كاملة لحراسة مرمى الاتحاد الرياضي ببنقردين ولطفي، رغم الفرص الحاصلة إلى حد الآن سواء من جانب النادي الإفريقي أو من جانب الاتحاد. لازلنا ننتظر الأهداف في مباراة صامتة في المدرجات، إن شاء الله تتكلم الأهداف فيما تبقى من وقت. دائما صفر مقابل صفر هنا في ملعب المنزه. نذكر الإطار مباراة لحساب الجولة 10 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين النادي الإفريقي واتحاد بنقردين، دائما صفر مقابل صفر في توقيت بنضابط 36 دقيقة لعب في هذا الشوط.